احنا قلنا ان الاميونيتي دي لها فايدة جدا في الجسم انها attacks any invaders سوى extrinsic زي البكتيريا فيروس فانجس واي intrinsic اللي هو بقى انحرف زي الكانسر سيل زي الفيرال انفكتد سيل وزي التي بي انفكتد سيل. الاميونيتي دي اميون ريسبونس. في اميون ريسبونس تاني هارمفول تو ذا بودي ممكن يأذي الجسم ده اسمه هايبر سنسيتيفيتي. يبقى الهايبر سنسيتيفيتي دي عباره عن ابنورمال اميون ريسبونس exaggerated يعني متعاظم فيه الاميون ريسبونس which can harm the body فده اسمه hypersensitivity reaction. الhypersensitivity reaction ده بيتقسم الى قسمين اساسيين. القسم الاولاني immediate يعني بيحصل في الحال وقسم delayed بيتأخر شوية. دي التسمية القديمة ولكننا بنستخدمها برضو. إنما الـ immediate type of hypersensitivity usually mediated by antibodies. إنما الـ delayed hypersensitivity usually mediated by cell mediated immune ريسبونس. يبقى عندنا دلوقتي ايميديت انتي بودي ديليت سيل ميديت ده الاساس يعني. الايميديت قالوا بقى ايه نقسمها لا نقسمها الى ايميديت تايب 1 ايميديت تايب 2 ايميديت تايب 3. يبقى دول ثلاث انواع بتاع الايميديت هايبر سنسيتيفيتي. اما السيل ميديت فهي تايب 4. تعالوا بقى نتكلم على كل تايب لوحده ونشوف ايه قصته. لو قلنا تايب 1 ده ميديتد بانتي بودي لازم يكون الانتي بودي ده اي جي اي لا اي جي جي ولا اي جي ام ولا حاجه خالص هو اي جي اي. وفي منها نوعين تايب 1 ده سيستميك ولوكال. اللوكال بنسميه اتوبي والسيستميك بنسميها انافيلاكسيس. يبقى اذا دلوقتي تايب 1 اللي هو بيسموه معظمه كده الاثنين على بعض انافيلاكتيك تايب. في نوع اسمه انافيلاكسيس ده سيستميك which is life threatening يعني ممكن يموت العيان. اللوكال ده اللي هي النورمال انرجي اللي بتجيلنا هاي فيفر برونكايتس كونجكتيفايتس دايريا كل دي ارتكاريا دي كلها ايه اتوبي ما بتموتش ولا تعمل حاجه. هنتكلم بقى على تايب 1 اللي هو الانافيلاكسيس اللي هو تايب 1 اللي هو لازم الاميونو جلوبولين او الانتي بودي يكون اي جي اي. بصوا لنا بقى كده وتعالوا نفكر سوا مع بعض ونفتكر اللي فات. دلوقتي انا لو دخل فيا انتيجين والانتيجين تملي بيعمل الحساسيه ده بنسميه الرجين. يبقى الالرجين اللي هو الانتيجين بتاع الالرجي لو دخل في جسمي جسمي بيطلع اي جي اي ده ايه ده؟ ده بدل الاي جي ام يعني الفيرست اكسبوجر تطلع اي جي اي. الاي جي اي ده كاي انتي بودي بيروح يتحد مع الانتيجين ويخلصنا منه فاكرين؟ يبقى انتهى الالرجين ولكن بيفضل منه شويه يفضل من مين؟ من الاي جي اي لازم يستنى شويه منه
مش كل الاي جي اي اللي طلع هيخلص الانتي، هيخلص الانتي فعلا بس هيفضل منه شويه. الاي جي اي ده مونوميريك اميونو جلوبولين ليه 2 اف اي بي اهي، اف اي بي واف اي بي، وليه حته الاف سي. بس الاف سي ده بقى بتاعت الاي جي اي بتحب قوي خليه اسمها الماست سيل او البيزوفيل ريسبتور، موجود على طول اول ما تشوفه يروح جاي الايه الاي جي اي الزياده دول اللي فضلوا يروح ماسك بالاف بي على الماست سيل اهو اهو، يبقى الماست سيل مليانه اي جي اي لازق عليها والسلام ختام. ده ايه ده؟ ده اول مره يخش الانج فيرست دوز، بنسميها في الهايبر سنسيتيفيتي سنسيتايزنج دوز. لو جينا خدنا سكند دوز من نفس الالرجين من نفس الانتيجين مش هيخلي الجسم يعمل انتي بودي، امال ايه؟ هيروح جاري على الاف اي بي الفاضيه دي، مش دي الاف اي بي اهي، اف اي بي اف اي بي اف اي بي اف اي بي، يروح ماسك كده ويحصل انتر اكشن ما بين كل انتيجين وانتيجين كده كده، تروح الخليه دي مطلعه كل اللي جواها من جرانيولز ومن سايتوكاينز، اولهم واهمهم الهيستامين. فالهيستامين اول ما يطلع بكميه كبيره يروح عامل فازو دايلاتيشن، يوسع المين بلاد فيزيت، يؤدي الى هايبوتنشن يعني دروب اوف بلاد بريشر، والعيان ممكن يموت. سادن دروب اوف بلاد بريشر. والهيستامين كل ما في ريسبتور كتيره كل ما الهيستامين يطلع اكتر. وبيطلع كمان حاجه ثانيه اسمها ليوكوتراينز. الليوكوتراينز دي بتعمل سموث ماسل سبازم او كونتراكشن، سموث ماسل فين؟ في البرونكيولز، يقوم يؤدي الى برونكيال سبازم تتقفل، يبقى ده العيان يا عيني هيحصل له ايبتشن مش عارف يتنفس خالص، ده من الليكو تراينز. ودي كان اسمها زمان او احد الكيميات بتاعت حاجه اسمها لو سلو سلو رياكتيف سابستنس، اس ار اس سلو رياكتيف سابستنس. بتطلع كمان بروستا جلاندين، وده نفس الحكايه، بيعمل فازو دايلتيشن وبيعمل بيزود البيرميابيلتي بتاعت البلاد فيزلز، بروستا جلاندين وحاجات تانيه بقى ايزينوفيل وحاجات فاكتورز، دي كلها بتطلع وتؤدي الى هايبر سنسيتيفيتي تايب 1. بسرعه كده، عشان يحصل هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 اللي هو الانافيلاكسيس اللي هو اللايف ثريتنينج اللي هو اللي ممكن يكوز ديث، لازم يبقى فيه تو دوزز، سنسيتايزنج دوز اللي هي فيرست دوز وشوكينج دوز اللي هي سكند دوز. الفيرست دوز بتخلي الجسم يعمل اي جي اي، لا بيعمل ام ولا بيعمل جي، لو عمل ام او جي مش هيحصل هايبر سنسيتيفيتي لان الماس سيلز ما عندهاش الريسبتورز بتاعت الاي جي جي او الاي جي ام. المهم اتكون اي جي اي، الاي جي اي رياكت ويز ذيس الرجين اللي هو ستيمولاتنج اتس فورميشن، وبعدين ذا ريمينينج بارت كان بي فيكسد اون ذا وول اوف ذا ماست سيل اور بيزوفيل لانها عندها ريسبتور الاف سي ريسبتور بتاعت الاي جي اي، يبقى دي الماست سيل او البيزوفيل، يروح يرزق عليها بالاف سي ويفضل بقى كده شويه لغايه ما تيجي السكند دوز اللي هي الشوكينج دوز. السكند دوز
cannot stimulate the formation of more IgE لأن في IgE ملقح أو ملزق على الماست سيل والـ FAB بتاعته فاضية أهي شايفينها؟ يروح جاي الأنتيجين لازق هنا. لما يفضل الأنتيجين التاني هيعمل ستيموليشن لكن هو لزق هنا. فين؟ على الـ FC بتاعت الـ IgE اللي ماسك بإيه؟ بالـ FC على الماست سيل. يبقى الـ FAB. أول ما يحصل كده يحصل تريجرينج أوف ذا سيل يعني تخرج كل الجرانيولز اللي فيها ودي أنواع كتيرة أوي من السيتوكاينز. أهمها الهيستامين والليكوتراينز. الهيستامين فازو دايليتيشن يعمل دروب في بلاد بريشر. الليكوترينز يعمل برونكوسبازم ويؤدي إلى سيفير برونكوسبازم ممكن ريسبيراتوري فيلير ممكن يؤدي إلى برونكال أزمة اللي هي الربو اللي إحنا نعرفها. في بقى بيطلع بروستاجلاندين والحاجات دي كلها الفازو دايليتيشن بيزود البرميابيلتي اوف ذا بلاد فيزنس. ادي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي هو لايف ثريتنينج اللي هو الانافيلاكسيس. امال الاتوبي دي ايه؟ الاتوبي دي احسن حاجه انا بحب اسميها لوكال مايلد انافيلاكسيس. دي اسم حلو قوي يفكركم بحاجات كتير. لوكال يعني لوكال على السكين على الاي في البرونكيولز يعني في حاجات كده معينه في جسم الانتستين يبقى دي لوكال وما بتعملش لايف ثريتنج اذا هي مايل. وانافيلاكسيس يعني تو دوزز يبقى برضه عشان يعني يجي لي اتوبي لازم اتعرض للالرجين مرتين. ما هو الالرجين؟ الالرجين ممكن يبقى تايبس اوف فود زي البنانا ستروبري الفيش. ممكن يبقى فود زي الميلك زي الفيش برضو زي حاجات كتيره بقى ممكن تعمل زي دراجز. دي كلها حاجات ممكن انهيلرز زي الانيمال دندرز اللي هو ريحه الفرو بتاع الحيوانات والحاجات دي وسيرتن انيمال بولنز. بولنز يعني حبوب لقاح. تمام؟ دي كلها حاجات من اللي بتعمل الاتوبي. ايه اللي يحصل؟ الاتوبي دي لوكال يعني افرضوا ادي عيني اهي وانا واقف في الجنينه في الربيع في السبرينج والدنيا كلها عامله ورد وزهور وفي حبوب لقاح عماله تتنطور في الهواء. فالبولن دي وقعت على عيني راح متكون عندي اي جي اي لوكال. لوكال في عيني مسك في الماست سيل بالاف سي بتاعته والاف اي بي فاضيه. رحت تاني الجنينه راح واقع عليا بولن راح البولن ماسك في الاف اي بي اهو بتاع الماست سيل راح الماست سيل مخرجها هيستامين. حصل لي فازو دايلاتيشن. فازو دايلاتيشن فين؟ في عيني. اوريكم العين الحمراء. فازو دايلاتيشن لوكال. ده مش هاي بوتنشن بقى ده لوكال. وعشان كده لو واحد جالك في العياده بقى عينيه حمراء قوي بيقول لك ده بتجيلي في الربيع. عشان كده سميناه ده سبرينج. سبرينج يعني ربيع. كاتارل يعني الرمض الربيعي. تمام؟ يلا يلا ده بيجي لك في الربيع بس لما تنزل اروح حاطط له انتي هيستامين نقط اي دروبس تلاقيه خف وبقى هايل وقال لك ده دكتور ما حصلش. نفس الكلام لو انا مدرس في مدرسه ولسه المدرسه دي بتستخدم تباشير فكل ما امسح البورد يروح داخل داست او عندي كلاب وقطط وبتاع يبقى ايه انيمال داندرز. الدست يخش في اللنج الرجين جسمي عمل اي جي اي. ما هو لو ما عملش اي جي مش هيجي لي الرجين. عمل اي جي جي اي جي ام مش هيحصل حاجه. الاي جي اي دي ماسكت في الماست سيل برضو بعدين جيت اتعرضت للدست مره ثانيه راح ماسك الدست الرجين هنا ابتدى يفرز اساسا ليكوتراينز تعمل لي برونكوسباز
يبقى دي اسمها البرونكيال ازمة، برونكيال ازمة. او اكل اكل زي بعض انواع السمك، جسمي يعمل اي جي اي يسبب لي دايريا، يبقى كل دي حاجة اسمها اتوبي. عاوزين نعرف التريتمنت، التريتمنت بتاعت ايه؟ بتاعت تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. التريتمنت بتاعتها اول حاجة لازم ندي كورتيكو ستيرويد عشان يقلل الميكانيزم اوف اميونيتي. وبعدين طبعا في هيستامين لازم نادي انتي هيستامينك دراجز، يبقى كورتيكو ستيرويدز وانتي هيستامينك. والكورتيكو ستيرويد از لايف سيفنج، يعني كل واحد دكتور سنان، كل واحد دكتور بيدي حقن ما يعني مشكوك انها تعمل هايبر سنسيتيفيتي، لازم تبقى في جيبه حقنه ديكادرون اللي هي كورتيكوستيرويدز وانتي هيستامينك. يبقى لازم ندي كورتيكوستيرويدز وانتي هيستامينك. طب البلاد فيزلز دايليتد، يبقى لازم نعمل لها كونستريكشن بان احنا ندي ادرينالين او ادرينالين دريفاتيفز. دي بقى ايه؟ تعمل كونستريكشن او فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز ونلحق العيان قبل ما يخش في هايبو تنشن. طب دلوقتي احنا عندنا تايب 1 عباره عن انافيلاكسز واتوبي. اتوبي دي اللي هي الالرجي العاديه اللي بتجيلنا دي، ارتكاريا، هاي فيفر، برونكيال ازمه، الحاجات دي كلها. ايه بقى؟ قالوا والله علشان نضيع الاتوبي لازم نمرض واحد تو ديتكت ذا الرجن، يعني لازم اعرف العيان ده هو عنده هايبر سنسيتيفيتي من ايه؟ ايه هو الالرجين؟ ايه هو اللي بيعمل فيه كده؟ والالرجين ده قلنا يا اما بولينز حاجات في الهواء، يا اما انيمال داندرز، يا اما حاجات بناكلها زي الاستروبيري، زي البنانا، زي الفيش. كل دي حاجات زي البلانت اويلز. في بعض البلانتس كده الواحد يلمسها يجيله ارتكاريا وهايبر سنسيتيفيتي. How to detect the allergen؟ كل مكان وفي allergens مختلفة عن التانية، وكل بلد مختلف عن التانية. فنقول مثلا في مصر في 17 allergen، نعمل ايه؟ نجيب ايد العيان ونكتب 1 2 3 4 5 6 لغاية 17، ونيجي نجيب الallergen عندنا في فايلز، ناخد منها 0.1 ml ونحقنه هنا في 1. ايه الالرجين ده؟ الالرجين ده رقم 1. ايه هو ده؟ هاوس داست مايتس. مثلا مايتس يعني العته او حشرات دقيقه مايكروسكوبيك، بتبقى موجوده في الهواء، بتبقى موجوده في الهدوم القديمه، في البطاطين. عشان كده في اول ما يخش الشتاء الناس يبتدوا يجي لهم برونكيال ازمه. وبعدين اجيب من الثاني 0.1 ml ده مثلا بنانا انتيجين، وبعدين ده علي انتيجين او الرجين، ده ابراهيم الرجين. كل انواع الالرجين ال 17 عندي ازايز ليها، احقن كل ارجنت 0.1 في الرقم بتاعه، وهكذا هكذا، واستنى حوالي من نص ساعة الى 2 hours. ما استعجلش، هي بعد نص ساعة غالبا بتحصل، لكن استنى فور 2 hours. لو لقيت احمرار حمر وحلاوة كده في نمبر 2، اشوف نمبر 2 ده ايه، يطلع مثلا بنانا، يبقى هو عنده حساسية من البنانا، عنده حساسية من الميلك. المهم اللي تدي اريثما، اسمها ويل اند فلير، حاجات كده تبقى ظاهره كده وتقب عن الجلد ولونها احمر، يبقى ده عنده الرجي منها. ده اسمه سكين الرجيك تيست، وده بيتم بكذا طريقه، يا اما احقن
سبكوتينيس واشوف، يا اما في حاجه اسمها هيف مسدس كده يروح مطلع مثلا 15 20 ابره في مكان معين، وخدته في الفسيولوجي ان لو واحد شك على مسافه صغيره وشك تاني وتالت ورابع ما يحسش غير بشك واحد، يبقى ده اسمه سكين الرجيك تيست. او في بلاستر بيبقى فيه الالرجين واروح حاطه على السكين. ادي الايه الديتكشن اوف الالرجين والخطوه. طيب تاني خطوه، انا عرفت دلوقتي الالرجين كان مثلا هاوس داست مايت، اعمل ايه؟ لازم اجيب العيان ده واعمل له دي سنسيتايزيشن، يعني اخليه يتعود عليه، يعني خليهوش يبقى عنده الرجي او يحصل له سنسيتايزيشن من هذا الالرجي. طبعا كلمه دي مش اكيده، يعني مش ريموفال، كومبليت ريموفال، فلا، فبنسميها هايبو سنسيتايزيشن. نعمل ايه بقى في الهايبو سنسيتايزيشن دي؟ الفكره بتاعته ايه؟ لازم نعرف الفكره، مش نقعد نحفظ بنتعمل ازاي. انا لو اتعرضت لانتيجين جسمي يعمل اول مره اي جي ام، لو اتعرضت لنفس الانتيجين مره تانية يروح عامل اي جي جي برايمري اند سكندري اميون ريسبونس. حلو؟ انما انا لو انا عندي الرجي تايب 1 واتحقنت بالانتيجين اول مره او دخل في جسمي، يعني بيعمل اي جي اي. ايه اللي مخليه يعمل اي جي اي؟ ده هقوله بقى في الاخر، ده تكمله بقى لكل المواضيع والفيديوهات اللي قلتها. اي جي اي، الاي جي اي ده هو اللي بيعمل لي الالرجي، لكن لو اتعرضت للانتيجين مره ثانيه لازم ولا بد يعمل اي جي جي. يبقى اذا الاي جي جي عامل مشترك اعظم في السكند انجكشن. طب اعمل ايه بقى؟ اجيب العيان واحقنه ب 0.1 ام ال من الانتيجين اول مره، تمام؟ كل قصه العيان ده ايه؟ ان الماست سيل بتاعته لازق عليها الاي جي اي من التعرض للالرجين اول مره او لتعرضه للانتيجين، خلاص. فلما بحقن الانتيجين مره ثانيه يروح الجسم عامل لي اي جي جي، بس الالرجين ده هيروح يتحد هنا، بس ده كميته صغيره قوي 0.1 ام ال، يبقى هيحصل رياكشن عيان بسيطه جدا مش هتبقى ظاهره. انما انا خليت الجسم يعمل اي جي جي، بعد اسبوع ادي 0.2 ام ال يروح عامل اي جي جي ويعمل لي شويه الرجي بسيطه. ثالث اسبوع ادي 0.3 ام ال يروح عامل اي جي جي، يبقى انا كريت خلقت اي جي جي كتير جدا في جسمي، بحيث ان الاستاذ الرجين ده او الانجن اللي مخوفني ده اول ما يخش هيلاقي في وشه الجي، لان الجي ليها هاي ابيليتي تو رياكت وذ ذا انتيجين. يوم ما توصلش للاي جي اي اللي لازق على الماست سيل، وبالتالي مش هيتفرز هيستامين بعد كده، ويبقى العيان ده هايبو سنسيتايزيشن او هايبو سنسيتايز. ده بياخد له حوالي 6 اشهر، من 3 شهور الى 6 شهور ندي جراديوال increasing small doses of allergen to certain level. يعني انا ممكن بعد كده بقى 0.4 دي تتسبب بقى هي اللي كل اسبوع ياخدها، لان احنا قلنا مش عاوزين نعلي الاميون ريسبونس قوي، بحيث انها تعمل بس عندنا اي جي جي. ده مفهوم الكلام ده؟ طب هسال سؤال هنا، انا رحت بيت في طفل هناك عنده برونكيال ازمه، وامه عماله جنبه يا عيني، ولا دكتوره ولا تعرف في الطب، عماله تعيط، الولد مش عارف يتنفس وبيزرق. يا ستي ما تخافيش، ده عنده برونكيال ازمه،
اروح اديله برونكو دايليتور، حاجه تعمل دايلاتيشن للبرونكيولز، برونكو دايليتور، هيبقى زي الفل. بس انا لازم اعرف هو ايه اللي بيعمل له الحساسيه. وعلى العموم يا ستي ما تخافيش، لما يكبر الولد ده هيخف. ايه رايكم في الكلام ده؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ الولد ده لما يكبر هيخف لوحده، مفيش داعي لاي حاجه. ازاي يا دكتور انا بقول لك كده؟ الكلام ده صح ولا لا؟ هو صح طبعا. ليه؟ لان كل اتاك هتجيله جسمه هيعمل اي جي جي، كل ما تجيله اتاك ثانيه هيعمل اي جي جي، اتاك ثالثه هيعمل اي جي جي، لغايه ما الاي جي جي يبقى عنده بكميه كبيره جدا، وبالتالي الاسما هتروح، لان كل ما الالرجين هيجيله هي ايه؟ it will be neutralized or it will react with the IgG present due to the previous many attacks. لقت المامته فافي بقى وقالت لا ما اقدرش اتحمل الكلام ده خالص، انا عاوزه انه يخف بسرعه بسرعه. طب تعالي بقى لازم ندتكت الالرجين الاول ونعرف ايه هو، ودي هتكلفها كتير برضه. وبعدين لازم كل اسبوع اجي اديله حقنه، اديله حقنه من الالرجين، ودي هتكلفه برضه. فليه؟ هو ده اسمه ناتشورال هايبو سنسيتايزيشن، ناتشورال هايبو سنسيتايزيشن، التعرض لنفس الالرجين ريبيتدلي، فيبتدي الجسم يعمل اي جي جي. مش عاوزه اعمل لها سكين الرجيك تيست واعرف هو عنده هايبر سنسيتيفيتي ضد ايه، وابتدي اديله الالرجين ده in a very small gradual increasing doses. ده الكلام اللي يخلينا نخلص من الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1. يتفضل لي كلمه واحده وعدتكم بيها، ليه الجسم بدل ما بيعمل اي جي ام بيعمل اي جي جي؟ لان التي هيلبر اللي مسكت الالرجين لانه اكسترنسك ومشيت عن طريق الميجور هيستوكومبتابيلتي كلاس 2 بتطلع بجانب انترلوكين 2 بتطلع انترلوكين 4. الانترلوكين 4 ده بيعمل كلمه مهمه قوي، بيعمل سويتش للاميونوجلوبين، يعني بيغيره زي ما اجيب ترانس يعمل سويتش من 110 ل 120 تمام، او من 110 120 الى 220، يبقى ده اسمه سويتش، اميونوجلوبولين سويتش. مين اللي بيعمل اميونوجلوبولين سويتش ده؟ انترلوكين 4. وكمان نعرف ان تي هيلبر بيطلع انترلوكين 6 وانترلوكين 8، دول بيخشوا في بعض الانفلاميشنز. انما الانترلوكين 4 هو اللي بيعمل كلاس سويتش للاميونوجلوبولين. الميوجلوبين ام تحول لجي، يبقى ده كلاس سويتش، يبقى ده انترلوكين 4، ده نمبر 1. نمبر 2 في جينيتك فاريشنز من كل واحد، يعني في واحد عادي خالص ما بيطلعش انترلوكين 4 وما بيعندوش اي جي اي بتتكون ضد الالرجين ده، وبالذات عمره ما يجي له الرجي من الهاوس داست. انما الراجل ده ما عنده جينيتك ايفيدنس ان هو يطلع انترلوكين 4 او يطلع اي جي اي بدلا من الام في حالات هذا النوع من الارجن. ويبقى انا دلوقتي عرفت ان تي هيلبر 2، تي هيلبر 2 بتطلع انترلوكين 2 4 و6 و8 تمام.